حلة عجينة باللحمة والمقادير هتنزل دلوقتي على الشاشة. العجينة بسيطة جدا، 3 كوبايات من الدقيق، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من الزيت، ومية للعجن. الحشوة عندي لحمة متقطعة عصافيري، هقول لكم عصافيري يعني ايه. 3 حبات من البطاطس كبيرة مكعبات مقلية، نص قلية، كوباية من الفلفل الألوان، حبتين من الطماطم، 2 بصل كبير مفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، حبتين من الجزر، معلقة كبيرة من الصلصة، وربع معلقة صغيرة من السكر، مكعب مرقة، وملح وفلفل أسود، وشكرا على كده. أكلة كده سهلة قوي على فكرة وظريفة، هي يعني إيه طعمها حلو طبعا، وهي حركة كده تغيير شوية عن شكل الأكلة بقى العادية بقى. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطيعة اللحمة العصافير يعني إيه؟ عصافير يعني قطع صغيرة زي ما انتوا شفتوا كده، دي اسمها عصافير. خلاص زي اللي قدامكم كده أهو، هي دي تبقى حتت صغيره خالص. انا حابه ان انا اعملها كده النهارده، والله بس تستخدمي نص كيلو ماشي، كيلو ماشي، اللي موجود عندك. خلاص انا حابه ان انا اقطعها كده تقطيعه كده عصافيري. ليه بقى؟ اكيد فهمتوا ليه، علشان تدي معانا كميه. تمام، يلا بينا. اول حاجه بقى ناخد، هقولها لكم تاني، اللحمه مسلوقه عادي خالص. تمام، حطيت حله على النار، هنزل ببصل مفروم، نكتر برضو البصل كده علشان الخلطة بتاعتنا تكتر والأكلة بتاعتنا تكتر. مش قصة ان هي على فكرة كتر كمية وخلاص، قد ما ان البصل والخضار بيحلي معانا طعم اي أكلة. تمام، هدي كده تقليبة كده للبصل اهو، البصل المفروم عايزين يدبل كده معانا كده على طول، او يعني يبقى سريع شوية. بضيف رشة ملح، الثوم، وهقلب. خلاص، وعندي بقى جزر نقربهم كده، وطماطم، البطاطس. انا ليه قايله لكم نص مقليه؟ علشان انا مش عايزاها تاخد وقت. والله انت في البيت عادي خالص ان انت تستخدمي بطاطس نيه بحيث ان هي تستوي، احنا لسه هنحط الخليط ده كده في شويه ميه عادي خالص، بس انا مستخدماها نص مقليه. ليه؟ علشان الوقت كده والموضوع يبقى انجز معانا شويه. تمام، فلفل الوان، ومعلقه صلصه، انزل بالجزر، وكل الخضار كده مع بعضه يتقلب كده اهو، والفلفل الالوان، وهقلب. مش عايزه انزل باللحمه دلوقتي، نلم كده بقى ايه الحاجات بتاعتنا. ومش هنزل برضو بالطماطم. ليه؟ الطماطم لو نزلت بيها دلوقتي هتنزل كل الميه اللي فيها، وهتقدد كده، وهيبقى شكلها مش حلو، وهتفقد رونقها وشكلها وطعمها وكل حاجه. انا هسيبها كده، مش هضيفها دلوقتي. خلاص اهو بقلب كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ممكن احط بقى شويه فلفل اسود، وهحط شويه ملح، مش كتير عشان احنا عندنا مرقه. تمام، فنخلي بالنا من الملح. بقلب كده كل الخضار ده مع بعض اهو، حابه تضيفي اي خضار تاني براحتك زي ما انت حابه. طيب هاخد البطاطس هنزل بيها برضو على الخضار. ليه بقى؟ انا عايزه كده البطاطس تاخد من طعم الخضار. تمام اهو، زي ما قلت لكم عادي خالص ان احنا نستخدم البطاطس تبقى نيه. انا بس قلياها نص، يعني مخلياها نص سوا كده علشان الوقت بتاعنا. هنزل بمعجون الطماطم، وطبعا صلصه او معجون طماطم، هنزل برشه سكر، وهقلب بالشكل ده عندي مكعب مرقه، وهقلب. اخر حاجه بقى هنزل بيها ايه بقى؟ الطماطم، وشكرا على كده اهو. كده انا حطيت كل الخضار بتاعي.
عندي بقى ايه؟ طبعا انا مش عندي شوربه فاستخدمت مكعب مرقه، هنزل بشويه ميه مش كتير، مش عايزه انزل بميه كتير. ليه؟ انا عندي اللحمه خلاص، هي اللحمه اصلا مستويه مسلوقه، بس انا عايزه صوص كده يبقى فيها، وحاسه حاسه كده مش عارفه بناء على ايه، بس احساسي ان هي عايزه فلفل اسود اهو. ممكن نزود كده شويه ملح وهقلب. وهعمل ايه بقى؟ هاخد اللحمه المسلوقه اللي متقطعه عصافيري او متقطعه قطع صغيره، تيجوا كده نبص عليها اهي اهي تمام، وهنزل باللحمه، هغطي بقى على الحله كده بتاعتي، وهعمل ايه؟ واسيبها كده تاخد غلوه، نغطي عليها. يلا اللحمه بالخضار اللي انا قلت لكم كده هنعملها بطريقه ظريفه. العجينه بسيطه جدا، شويه دقيق وشويه سكر تمام ورشه ملح، وهنعجنهم بالميه. قبل ما نعجنهم بالميه كده، انا بس عشان عايزاكم تبقوا معايا على الخط كده تمام، حاضر، ومعلقتين زيت قبل ما نعجنهم، عشان انا ممكن اعجنهم في الفاصل كده كده اصلا مش هنستخدم العجينه، اعتبروني ان انا عجنتها وهعجنها لكم برضو قبل ما نروح لفاصل. بصوا بعد العجينه ما تتعجن، ما فيهاش اي مواد رافعه، بعد العجينه ما تتعجن هتبقى معايا بالشكل ده. بصوا اهي هعمل ايه بقى. اوبا بصوا بقى، يلا بينا ماشي، هاخد العجينه كده اهو تمام، ما فيهاش اي مواد رافعه. نجيب كده شويه دقيق، لو العجينه طلعت كبيره ممكن ننقص منها شويه عادي، وهفرد. انا حسنيه كبيره على انا برضو انا عارفه ان انتوا لسه مش متخيلين ايه الاكله ده، جدا جدا. ممكن كده انقص العجينه بتاعتي شويه اهو، كده طيب. مش لازم طبعا الاطراف تبقى متساويه خلاص، والحجم زي ما انت حابه اهو. هعمل ايه بقى؟ هاخد العجينه دي اهو، بصوا شايفين بسكنها كده في اي بولة عندك، والله حسب المقاس اللي انت عايزاه براحتك اهو، بالشكل ده بالراحه، بس انا بس يعني ايه براحه خالص اهو تمام. بسم الله، هاخد بقى خلطة الخضار. بصوا شايفين ريحتها تحفة، ريحتها تحفة اهو. بسم الله، طبعا الافضل الافضل لو انت في البيت تستني يعني الخضار يهدى شوية، عشان لما بيكون سخن ممكن ان هو يقطع معانا العجينة تمام اهو. واعمل كده كده الشكل ده، اي زوايد انا هشيلها، ممكن تشيليها بالمقص على فكره تمام. انا بس هنقطع كده شويه اهو بايدي كده، بقفلها خلاص. طيب لزوم بقى الدلع هعمل ايه؟ بصوا هعمل كده كوره كده، معلش قبل ما نروح لفاصل، ما هو حلة بقى، ما احنا هنعمل حلة مش واخدين بالكم. حاضر، هحط كده بس على غطا الحلة يا أستاذ حمدي، معلش القفل بتاع غطا الحلة تمام، ونعمل كده حاجة ظريفة. نعم أهي أهي يا أستاذ حمدي، ما دي حلة بالعجين أهي،
محمد رسول الله. بصوا اهي باقي بقى الحله، ما هي حله يعني ايه فيها حاجات. ماشي، ونعمل كده شكل كده بيبقى شكلها ظريف والعجين بيتاكل باللحمه اهو. وانا هكمل تشكيل كده في الفاصل. بصوا بلفها كده رول كده كده. بصوا بصوا دي، بصوا الحركه دي، بصوا اهو اهي تمام. وهحطها هنا كده بس، هان اللي هيثبت معانا العجينه. بصوا بقى عندي بيضه خلاص، شويه خل، وهنعمل ايه، وهجيب فرشه كده اهو، وهدي دهنه. مقادير الوصفه يا جماعه نزل التاني اهو. بالشكل ده ندي كده ايه دهنه كده، خلي معانا الطعم حلو قوي. ممكن على فكره نخليها كده، العجينه ما فيهاش اي مواد رافعه. يلا بينا. حاضر، ندي دهنه. دي بقى يا جماعه الخضار اللي جوه بيتاكل بالعجينه بيبقى خطير. طيب ممكن ندخلها كده اه، بس بقى بما ان غطا حله نحط كده ايه حبه البركه على الايه، على الغطا بس كده. ويلا بينا ندخلها الفرن بتاعنا، فرن سخن على درجة حرارة 180، تاخد لي لون بس، كل حاجة عندي مستوية. عايزة اقول لكم طبعا هي العجينة دي اصلا ما فيهاش مواد رفعة خالص، فهي بس يعني هي لون يعني، هي حتى بصوا هي نشفت اصلا، هي نشفت معايا اهي. بصوا شايفين دي بقى بتتفتح كده، تعالوا كده عشان هي سخنه قوي اهي، بتتفتح كده من فوق وبتتاكل كده العيش بالعجينه، بيبقى خطير خطير خطير. وبس كده شايفين شكلها حلو ازاي، سخنه قوي بصراحه يعني، والله يعني مش قادره، بس ايه لزوم التقديم ده بس. طبعا تتقدم مع ايه؟ تتقدم مع رز الابيض. يلا عايزين سكينه. بصوا بقى يا استاذ حمدي، بس انا عايزه اوريهم كده شكل شكل الخضار من جوه عينيا اهو. بصوا بقى، بصوا شايفين العجينه على فكره استوت، بتتاك بتتغم، يا خبر ابيض. بصوا بقى بتتغمس بقى كده اهي اهي. بصوا شايفين مهريه مهريه، وده اهو العيش مقرمش قرمشه السنين اهو. بصوا بقى شايفين كله دايب دايب اهو، ونياني قلياني غطى الحله كده اهو. تعالوا كده نعمل اهو، عجباني عجبتني والله. طيب احنا النهارده احنا بس عايزين الرز الابيض علشان يتقدم. ماشي، انا قلت لكم ان العجينه بتاعتها ما فيهاش اي حاجه، دقيق وملح وسكر، وهنعمل ايه، شويه ميه اهو. بصوا ونعجنها، ما فيهاش اي فن ولا اي، وعلى فكره ده نعم حاضر. ودايما بقول لكم ان العجينه بتتعجن كويس خلاص، معلش احنا عشان وقتنا بس النهارده ما فيهاش اي حاجه، تتعجن بالايد كده وخلاص.